دكتور نبيل، يعني بداية ماذا يمثل في رأي حضرتك الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى؟ طبعا هو يعني جرى العرف انه الانجازات اللي بتنجزها منظمه الصحه العالميه وبتحقق نتائج ان هم يعني سنويا بيعملوا لها ايفنت او احتفال على اساس ان هم ينشطوا العاملين في هذا المجال ان هم ينتجوا اكتر اي وان هم يستمروا في عطائهم. يعني ده شيء ترند طبعا عالمي على مستوى العالم، حتى زي اليوم العالمي للسكر، اليوم العالمي للسرطان، وهكذا. يعني هو بيبقى يعني وسيله ان العالم او المؤسسات الدوليه بتقول لك انا معاك وانا بشجعك وانا ايدي في ايدك، ولو انت عايز مني استشارات هقول لك، وهكذا. يعني هل عندنا تفسير لانه اليوم باللون البرتقالي تضاء المنشآت الصحيه في العالم؟ يعني لا، يعني ما عنديش خلفيه هم ليه اختاروا اللون البرتقالي، لانه يعني يمكن هم اعتقد يعني بيبعد عن لون الروز، لان الروز دايما يعني هو العلامه الشارة بتاعت السرطان. فاتصور ان هم قرروا غيروا اللون يعني عشان يعني ما يبقاش مرض معين محدد، يعني اتصور هذا. طيب يا فندم، كان في يعني بمناسبه هذا الاحتفال ندوات توعويه واشياء، فعاليات ثقافية وما إلى ذلك، هل المواطن بيشعر، خصوصا أن وزارة الصحة بقت في الشارع دلوقتي حملت 100 مليون صحة والألف يوم وشغل جامد جدا الحقيقة، وعربيات وقوافل استكشافية وتقدم علاج، ولدرجة بقى عندهم جرأة شديدة في الإعلان يقول لك تعالى اكشف أنت وحبايبك واطمن على صحتك وخد العلاج. فالحقيقة بقى في يعني بند مفتوح لثقافة وصحة المواطن المصري. هو أعتقد يعني أن أفضل حاجة في الحملات دي أنها رفعت الحاجز اللي بين المريض وما بين الخدمة الطبية. صحيح. يعني أنا مثلا أنا ساكن في الريف مثلا، والله أنا عايز أروح أكشف أو أخد ولادي أو زوجتي أو الآخر، يعني أنا شاكك أن عندي أو عند حد من عيالي، فكان في معوقات كبيرة اني اروح مثلا لو سي انا في احدى قرى ميت غمر ان انا اروح المنصورة مثلا، ايوه ان انا اروح مدينه مثلا يعني، فكون ان الخدمه تجيلي لحد عندي كده الحواجز اتشالت تماما ما بين المؤدي الخدمه اللي هم بيسموه كير بروفايدر وما بين المريض بقى، لان المريض كده ما عندوش ادنى مشكله، في الشارع في عربيه واقفه وفيها مكان محترم وفي بارافان، ويقدر المرضى لو واحده ست مثلا لها مكان وبتفحصها واحده ست كانها في عياده مغلقه في امان، مش خدش حقها كذا. فانا شايف انه ده انجاز بامانه، يعني يحسب للسيد الرئيس انه شال الحواجز الكبيره. احنا كنا بنفرح لما نعمل قافله طبيه مثلا. لا، وكانت ايه زمان، كانت زي ما حضرتك تفضلت، كانت يعني بارافانات في الشارع، ما كانش عربيه مغلقه يعني بستاره بتكييف باجهزه تحليل. بالظبط، يعني خيمه او بنروح مثلا بيت عمده او نروح مش عارف بيت حد. فما افرض ان واحد مش عايز بتوع البلد يعرفوا انه مريض، افرض ان واحده عندها مشكله ومش عايزه الناس تعرف مثلا، يعني العرب لهم طقوس كما تعلم يعني، انما ان انت العربيه عامله بالظبط زي عربيه البنوك وعامله زي عربيه البريد، انك رايح تقدم خدمه سيرفيس زي اي حاجه في الدنيا، فده رفع للحواجز. انا شايف انه خد بال حضرتك برضو احنا عندنا ازمه، انا راجل استاذ اورام يعني تخصصي الدقيق استاذ اورام، فالمؤسف انه انت ترى اورام عمرها عند المريض بالثلاث سنين وبالاربع سنين هو لم يكتشف، لسه مكتشفها دلوقتي. امتى بقى؟ لما خرجت من البرايمري اللي هو المكان الاساسي، راحت في اماكن قريبه من الاعصاب فاصبحت تؤلمه. يعني دي حاجات طبعا يعني لما بدا يصحبها عرض، زي برضو فكره الكوليسترول وفكره السكر، تنتظر المريض الكوليسترول حتى تتصلب او تضيق الشرايين ونشوف لا قدر الله جلطه. طب عايز اسالك يا دكتور عن المرتكز الاساسي للاحتفال هذا العام، منظمه الصحه العالميه، اعلاء صوت المرضى. فعايز اسالك في الحته ديت، يعني ايه اللي ممكن نعمله ضمانا لانه المريض يشارك في وضع استراتيجيه صحيه،
يعلي صوته يقول ايه اللي تعبه ايه اللي مضايقه. انا مش بتكلم ايه اللي تعبه كمريض، اتكلم في السياسة الموضوعة للتعامل معاه في التأمين الصحي، الإجراءات اللي بتتعمل، الورق اللي مفروض يجيبه، الوقت اللي مفروض ينتظره، وهكذا. هو ده الحقيقة يعني سؤال قديم وجديد. يعني المفروض استكمالا للخطوات الرائعة اللي الدولة بتاخدها في 100 مليون صحة، ان احنا نعمل اكستنشن بقى، يعني نعمل نكمل بقيه الخطوات. أي. ان انا ابدا ابحث عن راحه المريض، لان ده مساله مهمه جدا. يعني المريض لما بيروح مثلا التامين الصحي بيلاقي طوابير هائله على ما يكشف وعلى ما يحلل. أي. وعلى ما يعمل اشعه وعلى ما يسحب ياخد علاجه من الصيدليه و و و. طيب هو حتى انا كنت في احدى الاماكن وقلت للمدير وهو صديق وزميل يعني قديم، قلت ليه ما بتعملوش كاونسلنج؟ كاونسلنج يعني انت بتقعد مع العيانين. ان حضرتك تعمل مشوره لقاء شهري وتدعو فيه مرضى يحضروا مثلا في مكان زي قاعه وتاخد منهم سياستك اللي بيها هم يبقوا مرتاحين وراضيين عنك. ده حضرتك ده اقتراح عظيم لانك سميته مشوره، يعني الكونسلر اللي هيدلي بالمشوره هو المريض مش الاساتذه يعني الاداره. يعني انت قاعد مدير بتمضي ورق طول النهار. صحيح. بتحل مشاكل على الورق. صحيح. لكن كنت بتعدي عشان واحد علّى صوته هنا ولا واحد زعق هنا ولا مش عارف كذا، ده مش حلول لازمات. المفترض انك تسمع معاناه ناس. وخد بال حضرتك المرضى منقسمين يا سيدي لنوعين. في نوع بيسموه guided patient، بما اننا بنتكلم على اشراك المريض. يعني guided patient، تخيل حضرتك ان مريض اورام وهو طبيب، ده يعني الى اي مدى ممكن تستفيد من تجربته؟ طبعا. حضرتك مثلا مريض سكر وبياخد من علاج من التامين الصحي وهو مثلا صيدلي او طبيب اسنان او حتى ممرض، حد بيشتغل في الفيلد ده بالذات هيبقى عينه على الخدمه، وهو ده بالنسبه لك انت مستشارك. صح. يعني المفروض احنا، انا فاكر زمان كنت وانا لسه صيدلي ببدا حياتي، كنت شغال كبير صيادله في مستشفى امريكاني. ايوه. المستشفى كانت في السعوديه، الكلام ده في بدايه التسعينات. كان عندنا مورنينج ميتنج بشكل مستمر. يعني لازم المدير، كان عندنا طقم امريكاني وطقم انجليزي هم اللي بيدوروا المستشفى، وكنت انا الشيف فارماسيست كبير صف، فكنا لازم يوميا الممرض يقول الاوبزرفيشنز بتاعت ال 24 ساعه بتوع امبارح ايه اللي حصل فيهم. ان احنا انا كنت في مستشفى لعلاج الادمان، فيقول والله ده انا عندي مريض دخل الحمام وقفل على نفسه كان عايز ينتحر في الحمام. لا احنا عندنا هنا انت تخاف تقول، والا يعمل لك خصم ويعمل لك غرامه. ما انت كنت فين؟ ايوه. وانت كنت مثلا يعني. ايوه. فالمهم فكان اللي انا الواحد شافه ده كان بيفيد الخدمة عموما بشكل عام، انك انت بتسمع شكوى النيرس ممرض بيقول لك والله انا قابلني واحد مسك الطفاية وحاول يفتحها في قلب العنبر عشان هو عايز ينتحر. طب هينتحر وهيخنق معاه 10 كمان هيموتهم. الله، يبقى انا دلوقتي بدل ما انا حاطط الطفاية في العنبر، لا التصميم ده غلط، لازم اخرج الطفاية في طرق اخرجها في مكان الكاميرا جايباه مثلا، يعني وهكذا. بالزبط. يعني انا قصدي الكونسلنج ده اللي هو التشاور ده مهم جدا. على فكره المريض ممكن يبقى مدير المكان بافكاره. صح عندك حق يا دكتور. طيب اخر نقطه عايز اسال سعادتك فيها، ان منظمه الامم المتحده او منظمه الصحه العالميه قدرت تريليون دولار، يعني 1,000 مليار دولار تكلفه للاقتصاد العالمي كله عشان عدم الاتباع السليم لإجراءات سلامة المريض. إيه الإجراءات اللي هي ممكن نتبعها فتقلل هذه التكلفة الكبيرة؟ وإيه أخبار قانون المحاسبة الطبية اللي احنا دعينا إليه من سنين طويلة في هذا المكان وبيتقلنا إنه بيتناقش؟ يا صديقي العزيز، انت تسأل سؤال محتاج اجابات طويله، يعني محتاج، يعني انت حضرتك، احنا عندنا في حاجه اسمها wasted money. ايوه. يعني ايه wasted money؟ حضرتك عندك مريض، هدي مثال طبعا يعني للي حضرتك تفضلت بيه دلوقتي. حضرتك احنا مثلا كنا في مستشفى الامريكان واعيين قوي في الاداره. علينا ان نعترف بذلك، يعني شئت او ابيت هم واعيين في الاداره جدا. فيعمل ايه؟ عندنا حاجه اسمها
حتى احنا بندرسها في مصر طبعا، اسمها اليونت دوس سيستم، وبكل اسف لا تطبق الا في المستشفيات الكبيره، مش عايز اقول اسامي طبعا عشان خاطر الدعايه. يعني ايه يونت دوس سيستم؟ بيدي المريض علاج يوم بيوم، مش حاجه اسمها شريط وتاخده تحطه في الكوميدينو اللي جنب السرير وتاخد لك حبتين ثلاثه وبعد كده يكتبوا لك اذا تشارج وتخرج من المستشفى فتلاقي نفسك خارج بكيس دواء وتاخده ترميه. لا، ما بيعملوش كده. هو بيعمل لك علاجك اليومي والممرض مسؤول عن ان في حاجه اسمها كاسيت، حاجه زي علبه بلاستيك مكتوب عليها اسم المريض، ايوه، اللي بيبقى فيها انواع الدواء. ايوه، وبيمشي بترولي لكل عنبر، للورد بيدخل يقول فلان الفلاني ماشي علاجك اهو، يحط له ثلاث حبات في الكوميدينو بعلبتهم، صح، ويعدي اخر النهار ياخد منه العلبه فاضيه. طيب، هو قاعد بقى ادمتت في المستشفى يومين ثلاث اربعه، كلف المستشفى قد ايه يا باشا؟ ولا نص شريط حبوب. بالظبط بالظبط، متخيل حضرتك؟ طيب علبه مثلا، انت خد بال حضرتك الدواء دلوقتي غالي جدا، بس هو ده مش ويستد ماني، هو ده بيتعمدوا ان هم بيبيعوه جوه المستشفيات اغلى من الصيدليه، فبيقول لك اديله بزياده. لا، انت مش فارق معاك، انت شغال في الحكومه فبتعتقد نفسك بتجيب دواء من البحر. ما انتش فارق معاك الجنيه اللي بيترمي على الارض للاسف الشديد. صح، اللي هي فكره المس مانجمنت، يعني دي اسمها كده مس مانجمنت. حضرتك ما تبقاش قاعد تقصير في الاداره على قرص دواء ومش لاقياه، والناس حالتها الاقتصاديه مش تمام، وطبعا انا طولت العلاج، طولت العلاج تديله ارميه. صح، انا بمنطق يعني، فاهم قصدي؟ يعني دي احد الاسباب. حاجات بقى تانية، انت تستطيع حضرتك انك تخلي المريض رقيب على نفسه. يعني بمعنى ايه؟ انا دلوقتي حضرتك حتى الاطباء مثلا اللي بيكتبوا روشتات في العيادات البرايفت اللي هي في العيادات الخاصه، ايوه، يقوم مثلا يقول لك والله انا هشوفك بعد اسبوع. طيب، لي دواء على قد اسبوع. بالظبط، يعني العلبه فيها 10 شرايط، ما تكتب لي شريط يا عم اللي هيقعد لمده اسبوع. صح، او اكتب لي شريطين اللي هيقعد لمده اسبوع. يعني انا قصدي الاويرنس مش محتاجينها للمرضى بس، صدقني، للدكاتره كمان للميديكال تيم كله طبعا. وده مش عيب.